نبي ناخذ ربطة الأفقية، الأفقية حبل مع حبل، واضح؟ أربط الأخضر يلف على البرتقالي ولفة ثانية واضحة؟ هذه خذنا هذا الأفقية، اللي جو وراي قالت تجون لو تطمروا من هنا بيشوفون زين. هذه واحدة نبغى الناس تطبق على أساس نقدر نطبق أكثر. أبعطيكم كل واحد أعطيه حبل سهلة يربطه مع بعض كذا وربطة ثانية سهلة. يلا خير تعالوا الشباب أنا أطبق وخر البياناتكم على جوالك يلا سريع سريع اللي كل الجميع بيطبق يلا شباب يلا 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 سريع سريع ممتاز يلا 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 بطلت يلا شد 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 صح 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 حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله. وبيدك اليمين اسحب الدائرة اللي من الوسط وبيدك اليسار اسحب طرف الدائرة اللي من الوسط. توصية معلومة لغيركم وتستفيدون منها أنتم. الفقرة الثانية في الاتجاهات تقريبا إلى بقالنا 20 دقيقة 15 دقيقة. بالنسبة للنيران أو للصافرات أو للتشكيلات التشفية ما أتوقع يعني في وقت نأخذ جو ماطر برا تبغى تطبيق خارجي. لكن الحبال المرجو منكم في ناس منكم حضروا معنا قبل أسبوعين في مرات صارت المحاضرة بحكم انها سريعة وفيها مشترك انك تاخذ 6 مناهج فالحبال اعطيناكم ربط زين اللي نازل هذا حطه في الوسط اللي نازل حطه في الوسط واسحب الحبل هذا على برا وشد الحبل اسحب اليمين واليسار شدوها كذا عدها خذوا انتم طب طيب خلينا في النص خلينا في النص طيب ها نيم غسل عشان ابو غدير طيب الان الحبل شوفوا ترى اللي بيسوي ذا العصي كلهم بالحبلين الطوال الان. من ورا جمع من قدام نربطه بس خلوكم معي
ربعتكم تربطون اربطكم الاول. هذا الحبل صح؟ ايه. الف بلفتين اضرب وخلينا في الوسط نجمع. ولف من وراء العمود وشد. طب من هنا من وراء ما اقدر عشان ما يطلع. لا خلاص رايح خلاص تمام. زين الحبل الثاني. الحبل الثاني من هنا الف لفتين نفسه اي يلا يلا واحد اثنين ثلاث المتميز ابو عبد الله.